الدراسات التي قاموا بها أعمال عظيمة، وننتظر الآن التقرير الذي سيصدر عن ذلك. إلا أننا نحب أنهم يقوموا بتوضيح أن هناك في بئر أخرى، هي بئر برهوت، وهي البئر الحقيقية التي تقع بحضرموت، التي تقع في منطقة تنحة، حيث أنها تم نزول أو زيارتها عدة بعثات من بعضها أفراد الهولندي النمساوي وكذلك الألماني، مع دليل من أبناء حضرموت يسمى العطاس، وكذلك قام الأخ أو المؤرخ أو المؤلف بالفقيه بدراسة البئر برهوت، نزلها في عام 2005 و 2006 وعد كتاب اسمه وصف الكهوف والمغارات والطرق والردهات الواسعة في بئر برهوت، وفي كذلك عمل خارطة لبئر برهوت. أما بئر فوجيت الذي نحن الآن، والبعثة التي نزلت فيها، هي ليست بئر برهوت، وإن وجدوا بعض الروائح الكريهة فيها، إلا أن الماء ماء عذب، الماء الذي وجدوا فيها ماء عذب، بعكس بئر برهوت الذي فيها ماء شر، والشر يدل على عدم عذوبة الشيء. حجر الجيري من صفاته أن تحصل فيه التكهفات، وهذه الحفرة قد تكون ناتجة أو ناتجة عن التكهفات التي حصلت في الحجر الجيري المكون الأساسي لتلك الحفرة التي تسمى بئر فوجيت.